ها عملتي الاكونت؟ اه وسميته وثاقة القناع، وحطيت صورة إليسا، أصلي بحبها قوي. خدي ابعتي له يلا شوفي هيقول لك ايه. طب اقول له ايه؟ هاي جو. هاي جو. ممكن سؤال؟ ممكن سؤال؟ اهو اهو مش بيرد اهو، يعني مش خاين ولا حاجه. انا قلت لكم انا متاكده ان يوسف بيحبني واستحاله ياخدني. مش بيرد ايه ده، ملحقش يفتح التليفون كده. اصبري الصبر كملي. طب ابعت اقول له ايه تاني؟ هل دي عينيك بجد ولا لينسز؟ لا طبعا عيني بجد. اوف اكتبي واخلصي. هي دي عينيك بجد ولا لينسز؟ شوفها شوفها وبيكتب اهو شوفها. طب ها في ايه؟ قال ايه؟ رد عليا وبيقول لي لا بجد مش لينسز. اقول له ايه ده؟ يا الهي رائعة. لا طبعا اكيد مش هقول له يا الهي رائعة، هقول له جد جدا يا امور. جدا يا امور. ها في ايه؟ يا نهارك اسود، الله يخرب بيتك. ايه اللي حصل؟ وعلى الحقيقه احلى واحلى كمان، تحبي تشوفيها؟ انا بجد مش مصدقه، والله ما مصدقه والله. ده فعلا سقط اقناع بجد. معقوله؟ معقوله يوسف يطلع سهل للدرجه دي وكمان بيخوني مع واحده واسمها سقط القناع؟ معلش يا ست ساره اعذريه، مش يمكن يكون فاكرها اليسا بجد؟ طب ها اقول له ايه بقى دلوقتي؟ تعالى واتس عشان بحب الغطس. انا مش فاهم انت مستعجله على ايه هتفضحينه. بقول لك هاخد ساره اسحلها في اي حاجه واكلمك وانا راجع تجيلي على طول. وعامه هحاول اسبق واحنا نازلين دلوقتي واعدي عليكي شويه. بقول لك ايه يا يوسف؟ ايه يا حبيبتي؟ وريني موبايلك كده. ليه؟ فاصل شحن، فاصل مني شحن. فعلا؟ اه بقول لك ايه، انا هاخد لذيذ وهنزل وانت بقى بيحصلينا. ها لا معلش استنى هخش اجيب الموبايل بتاعي وننزل مع بعض. طب ما انا بقول لك هننزل احنا وانت تعالي براحتك عشان البيبي حتى. ماشي يا يوسف. ماشي. تمام ماشي يا حبيبتي. طب استنى ايه، هتنزل كده من غير ما تاخد الشاحن بتاعك ولا ايه؟ اه صح هخش اجيبه. صح. لا قول لي يا لذيذ. مش هقول لك حاجه. يوسف كان بيكلم مين؟ بيكلمك. ما تحورش، كان بيكلم مين غيري وغير وثاقه القناع؟ مي جارتنا. مي جارتنا؟ عشان كده كان بيقول لها بيني وبينها خطوتين؟ طب كان بيقول لها ايه تاني؟ عايز يشربك ويقابلها. ايه يا ساره ده؟ انت لسه واقفه زي ما انت؟ ما انا قلت لك هنسبقك. يلا يا لذيذ. اوكي. ماشي يا يوسف. ماشي. بسرعه بقى قبل ما ساره تيجي. خدي دول. انا مش بعمل كده معاك عشان الفلوس والله، وبعدين انا اصلا ما عملتش حاجه. كل ده وما عملتيش؟ لا طبعا، وبعدين انا عارف والله انه مش عشان الفلوس، بس ده كان اتفقنا من الاول. المهم عندي انك تكون مبسوط. مبسوط جدا والله. طب عايزني اعمل لك حاجه تاني؟ ايه وازاي يا بابا وماما يا لذيذ عاملين ايه؟ يوسف ايه يا حبيبتي؟ ده انا ولذيذ قلنا نقف نستناكي هنا بقى. جبتي الموبايل؟ اه جبته. ده ريموت التلفزيون يا ساره. اه وفيها ايه يعني؟ عادي ما انا ما خدتش بالي، ما انا اخش اجيبه. تمام استنينك احنا.